يعني تفسير حضرتك لكل هذا الزخم الإعلامي لهذه القضية على أنها أول مرة يعني يحاكم بتهم جنائية رئيس حالي أو سابق في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدواها السياسي لأي حد بتشوفيه مهم يعني؟ الحقيقة ده يعني دونالد ترامب مش أول مرة يبقى عنده مشاكل مع القانون. قبل حتى ما يبقى رئيس الجمهورية، لو حضرتك تعلم أنه الجمعية بتاعته اللي هي ترامب أورجانيزيشن أوريدي اتحكم عليها. هو ما كانش يعني ما طالما يصدر حكم على جمعية لا يسجن فيها رئيس الجمعية، صدر حكم أنها يعني مخالفة للقانون وفي عمليات غير شرعية قامت بها وحاجات، ويعني والكلام ده من زمان يعني. ففي الفترة الأخيرة يعني واضح أنه بعداءته اللي هو المدعي العام في نيويورك، يعني طريقة تعامله معاه خلى المدعي يعني يدخل في المعلومات الدقيقة التي ممكن ان هو يحطه في وضع لا يحمد له. اولا هو عنده يعني لو قريت حضرتك الاتهامات، مش بس عشان انه دفع لستومي دانيال عشان ما تتكلمش في 2015، لا ده في كذا يعني ده 34 تهمة كذا مرة بيدفع وكشيكات هو كاتبها في حاجة اسمها يعني grab and kill، يعني امسك الخبر وقتله يعني. فكان هو وكوهن اللي هو كان المحامي بتاعه المفروض يعني هو دخل السجن، طبعا احنا كلنا عارفين ان كوهن pleaded guilty ودخل السجن، كانوا هما الاثنين في 2015 بيتفقوا على هذا قبل ما يدخل الانتخابات، هيبتدي يقتل جميع القصص اللي ممكن تأذيه كمرشح للرئاسة. مش كذا شيك اتكتب ان هو شيك مدفوع من شغله لخدمات كوهن، واتضح ان الشيكات دي مش رايحة لكوهن، لا راح لستورمي دانيال. يعني دي تعتبر غش في المستندات يعني. أيوة. هو زور يعني في المستندات وقال انا دفعت حاجه وهي راحه حاجه تاني. وبعدين في قانون الانتخابات برضو ما تقدرش تحط ان انت دفعت مصاريف، دي مصاريف انتخابيه. دي ملهاش دعوه خالص بالمصاريف الانتخابيه. فكل هذا يعني عمل مشاكل. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني هو عنده مشاكل رهيبه، ده دلوقتي كمان عنده الريب تشارجز برضو في نيويورك، واحدة يعني مطلعة عليه برضو قضية بس دي سيفل مش جنائية، ان هو اعتدى عليها. وايضا هيطلعوا له بقى القديم والجديد يعني. انا بشكرك جدا، هيطلعوا له القديم وفي واحدة تانية 250 مليون دولار. بشكرك جدا دكتور شيرين نجار الاكاديمية وعضو الحزب الديمقراطي بولاية كارولينا. والحقيقة يعني مش عارف دكتور شيرين لسه معانا؟ ايوه انا مع حضرتك. انا بس كنت عايز اسالك على إلينا حبة المحامية اللي من اصل العراقية اللي هي بتدافع عن ترامب في القضية بتاعت شراء الصمت بتاع دانييلز دي، ممثلة الافلام الاباحية يعني. تعرفي عنها ايه وايه يعني ضلوعها في هذا الدفاع يعني؟ مش غريب شوية؟ لا هي من زمان بتتعامل مع ترامب على فكرة، مش أول مرة يعني. وهي من الناس اللي هم يعني معروفين جدا في مجموعة المحامين بتاعة ترامب. مش أول مرة، وتعرف تعاملاته وتعرف طريقته وما يعني. وهي يعني تعتبر شديدة جدا في يعني ضليعة في القانون. فمش أول مرة تتعامل معها، معروفة جدا وشهيرة جدا. فيمكن دي تقدر تطلعه براء، الله أعلم. طب هل يا فندم هو أخلي سبيله بكفالة كبيرة يعني؟ لا. لأنه كان بيقول أنه يعتبر معتقل حتى يقضي قاضي المحكمة في منهاتن بذلك. يعني ألسى حاجة حضرتك، أنه هو أول ما دخل البتاع اتحط فيه الكلبشات في إيديه
واخدوا بصماته، بس ما اخدوش صوره. لما حكوا، لما طلعت الصحفيه اللي كانت جوه او المحاميه اللي كانت جوه حكت بالتفاصيل، وحتى قالوا له يعني مش جاج اوردر، جاج اوردر اللي هو مش مفروض يتكلم خالص ولا يقول اي ولا كلمه بعد ما يطلع من المحكمه، لا ده قالوا له كمان ان هو اي ممنوع عليه انه يحط اي حاجه على الانترنت. حضرتك عارف انه من يومين ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش يعمل كده، ترامب ما يقدرش يعمل كده. ايوه ما يقدرش. وكان حاطط بيشتم في القاضي وبيشتم في المدعي. أيوة. العام، درجة المدعي العام جاله تهديدات بالقتل يعني. ايوه اللي هو ايلفن بتاع نيويورك. انا بشكرك جدا دكتور. أيوة. شيرين نجار الاكاديمية وعضو الحزب الديمقراطي بولاية كارولينا الامريكية، شكرا جزيلا.